اللي صار يمكن اعلنا عن حالات اغماء من معهد ثانوي ولاد النور الحامة، تحولنا على الى المكان اثر الاعلام، تحولنا على وجه السرعه. اتضح ان انقمنا عدد 13 حاله اغماء. في الحقيقه الاسباب قاعده مجهوله، ما نزلنا ما نعرفوهاش، وروايات مختلفه. والان قاعد يطلقوا في الاسعافات الاوليه في المستشفى المحلي بالحامة.